بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال باطفاري، يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا عندي مشكلة في الهاند بريك، زين يعني تشاهدون سيارة يمشي ما يمسك الهاند بريك، المفروض يمسك يعني، بعدين واصل آخر شيء. زين راح نشوف الحل الأول لهذه أو لهذا النوع من المشاكل يعني بالكامل. زين هذه تمشي السيارة ولا زين، المفروض على الثامن أو على التاسع المفروض يمسك يعني هنا، بس ما يوصل لين آخر شيء وبعد ما يمسك. طبعا الحل الأول راح نعيد ضبط هذا زين الهاند بريك، وإذا ما نفع راح تكون عندنا مثلا الفحمات في الدرامات ويل الخلفية تالفة، ولكن هذا طبعا الفحمات هذه يعني تطول لغاية ما تتلف. أول حل راح يكون في تعديل هذا المغبط. طبعا مشكلة البرادو أن ما نقدر نعمل عادة الضبط أو تعديل وضع السلك هذا من هالمنطقة، لازم نفتح هذا بالكامل ترفعه، أيضا تفتح هذه، وسبقا شرحت مقطع بهذه الطريقة أو الكيفية. طبعا المسمار اللي راح تحتاج انك تضبطه راح يكون هذا، ده موجود اسفل المنطقة. طبعا حاليا 1 سنتي، ممكن راح نضيفه او راح نشده 2 أو 3 مسننات ونشوف الوضع كيف. طبعا تحتاج سبانة 12 زين، وايضا راح تعمل علامة زين على اساس تعرف كم لفة انت لفيتها. ايضا وضعت علامة لمعرفة عدد المسننات الموجودة حاليا وكم راح ابعد او ادخل في حالة الشد. طبعا اثناء الشد راح يكون او يكون المقبض هذا نازل للاسفل اخر شيء، وبعدين راح تبدأ تلف جهة عقارب الساعة زين. تحتاج
يحتاج إلى بعد ممكن لفتين. طبعا شديته تقريبا 5 لفات واضح عندكم زين. لذلك يجب التنبيه أثناء مثلا استبدال الفحمات الخلفية ممكن قد تضطر لإرجاعه بشكل الطبيعي وين موجودة العلامة الحمراء هذه، راح تثبت عليها، هذه هي الأساس مالك زين. الحين راح نجرب السيارة يوصل للربع، شيء جيد بدل ما كان يوصل آخر شيء هنا. ما شاء الله وقف. ما شاء الله وقفت السيارة، يعني أمورنا طيبة. هذه طبعا كانت أول خطوة، إذا ما نفع معاك ممكن المرة القادمة إذا شفت أن ارتخى معاك راح تحتاج أنك تبدل الفحمات الخلفية. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة. نلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشره مع أحبائكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.